طبيب بزملائه في العمل. أنتم كأطباء راح تواجهون بعد ما تنتهون من المرحلة الدراسية واللي أصبحت قاب قوسين أو أدنى أن تنتهي أيام الكلية الحلوة وندخل إلى معترك العمل والتطبيق العملي لما تعلمناه في كلية الطب، راح تواجهنا بالإضافة إلى الصعوبات أو إلى الاختبارات العملية الواقعية والمشاكل الطبية، راح تواجهنا مشاكل ربما تحتاج من عندنا أن نفهم ما هو السلوك الصحيح، ما هو التصرف الصحيح. أحياناً الإنسان يعتقد أنه هذا التصرف هو التصرف الصحيح، ولكن فيما بعد يكتشف أنه هذا التصرف اللي تصرفه كان يدفع النفس البشرية وهواها، والتصرف هذا يتناقض أو على الأقل يتنافى مع السلوكيات المعتمدة في المجتمع الطبي أو في العلاقات الطبية. وطبعا هذا الموضوع احنا اتفقنا انه لا يمكن تغطيته بمحاضرة، وإنما الموضوع يحتاج إلى سنين أحيان وتجارب، وكثير من الأطباء الآن اللي فأفنوا عشرات السنين في الخدمة، الآن أنا من الناس أقول لو أرجع وقبل 20 سنة هناك بعض التصرفات لو بعمر هسه ربما ما أسويه، لأنه الخبرة والسنين أكسبتنا أنه إحنا لازم يكون تصرفنا مو بس لا يتنافى مع أخلاقيات وسلوكيات الطبيب، بل لا بد أن يرتقي إلى المستوى المثالي في التعامل. إذن العلاقة مع العاملين معك في بعد التخرج إن شاء الله، هذه تشمل العلاقة بالزملاء من الأطباء، العلاقة بالكوادر الطبية والتمريضية، العلاقة مع الأصناف الساندة وخصوصا من الصيادلة والمخبرين أو المختبرين. إذن احنا بعد التخرج الآن احنا قبل واحنا طلاب على مقاعد الدراسة، علاقتنا هي علاقة زمالة في الدراسة، زمالة المقعد الدراسي وأصدقاء الدراسة والصداقة والزمالة في المقعد الدراسي، واللي تكسبنا كثير من الصداقات والعلاقات الحميمة. ولكن عموما تقريبا المجموعة اللي احنا نعيش بها ايام الدراسة هي مجموعة متوازية، كلكم طلبة وكلنا متعلمين. ولكن بعد التخرج ان شاء الله راح يعني تعيشون في مجتمع عمل، هذا المجتمع عمل فيه مستويات متعددة، والزملاء العمل راح مو يكونون فقط أقرانكم، راح يكونون أقرانكم من الأطباء وكذلك الصيادلة والمخبريين والكوادر الطبية والكوادر الهندسية والكوادر الإدارية، قسم من عندهم موظفين إداريين، إضافة إلى الممرضين والممرضات. كيف هو السلوك، كيف هو التعامل مع هكذا مجموعات؟ يعني كل إنسان عندما يذهب يسافر إلى بلد معين يتمنى أن يسمع من شخص قبل زار هذه المدينة أو زار هذه الدولة، المدى يتعرف شنو عاداتهم، شنو سلوكياتهم، شلون أتصرف. أحدنا من يذهب إلى أحد المناسبات ربما ما ذاهب قبل إلى مجلس عزاء أو إلى وليمة أو إلى مناسبة، أحيانا يضطر أنه يسأل قبل ما يدخل هذه أو يروح إلى هذه
المناسبة يسأل اللي رايحين قبل شلون تعاملتوا، شو سويتوا، وين قعدتوا، شنو اللي صار، شنو اللي صح، شنو اللي لازم أسويه، شنو اللي لازم ما أسويه. إحنا إذا تخرجنا وإلى حضراتكم إن شاء الله قاب قوسين أو أدنى من أنه تدخلون إلى المستشفى إلى الواقع العملي، ربما هناك من يتساءل ومن حقه أن يتساءل شلون راح أتصرف، شلون أتعامل، شلون راح أتعامل ويا زملائي الأطباء ويا الكوادر الطبية. ويا مبدئيا علاقتك مع الأطباء الحقيقة إحنا يعني السلوكية الصحيحة للتعامل مع الزملاء الأطباء هي لابد أن تعتبر إنه الأطباء والطبيبات هم أخوة وأخوات لك. يعني إحنا معتادين نقول فلان زميلك طبيب وياك، يعني ومعتادين نقول إنه فلان زميلك في الدراسة، ولكن في حقيقة ومو إحنا اللي قانون جنيف، مسودة قانون جنيف واتفاقية جنيف تقول بل تفرض على الأطباء أن يتعاملوا كأخوة. إنما المؤمنون أخوة، والإحنا في هذا الجنيف لابد أن تعتبر الطبيب أو الطبيبة في العمل معك هم أخوة لك. وطبعا الأخوة فيهم الأخ الكبير، فيهم الأخ الأوسط، وفيهم الأخ الصغير. كيف تتعامل مع أخيك الطبيب في المؤسسة؟ متى ما اعتقدت ومتى ما أصبحت في داخلك إن الذي يجلس بجنبك، إن الذي يعمل معك في هذا المستشفى هو أخوك، التعامل هنا لابد أن يختلف. هو ليس شخص غريب بغض النظر عن عرقه، بغض النظر عن نسبه، بغض النظر عن لونه، صفاته، درجته العلمية، هو أخيك. الأطباء يجب أن يتعاملوا على أنهم أخوة في العمل وليسوا زملاء، وهذا يترتب عليه الكثير. يترتب عليه الكثير عندما تتعامل مع شخص حتى ولو يكون زميلك أو صديقك، ولكنه عندما يأتيك إلى البيت تعامله كضيف، ولكل قادم كرامة. لكن عندما يأتي أخيك إلى البيت يكون التصرف غير، يعني مختلف تماما. ولهذا السبب شباب لابد أن تعتقدوا أن زملاء الدراسة هم أخوة الغد، يعني عكس الاعتقاد. يعني للأسف أنا أشوف أحيانا من يعتقد أنه عندما تنتهي الدراسة تنتهي الزمالة. نعم أتفق معك، تنتهي الزمالة لتبدأ الأخوة. عندما نعتبر هذا المبدأ وإنما بعد أننا بعد التخرج سنصبح أخوة، سوف تتغير كثير من المعايير، سوف تتوثق العلاقة أكثر، خصوصا مع تحديات الزمن. نعم الزمن اختلف، ليس في مجتمعنا فقط، العالم كله يدرك أنه هناك تغير في العلاقات الاجتماعية. العالم كله يدرك أنه هناك تغير في علاقات العمل. وعلى في مجال الطب يا شباب كانت هناك تسمى ما يسمى بالعلاقة الأبوية. الطبيب يعتبر صاحب العلاقة الأبوية، figure of father. الطبيب هو من يعطي الأوامر للكل والكل عليه أن يستجيب. الطبيب هو صاحب القرار الأول والأخير. مع تقدم المجتمع، مع تطور المجتمع، مع ظهور وسائل التواصل، وبدأ الكل، ظهرت هناك مشاكل في العلاقة الطبية. يعني المشاكل التي تحدث
في هذا الوقت تختلف عن المشاكل سابقا، لأن المشاكل سابقا كانت محكومة بقانون الأبوية، العلاقة الأبوية، الطبيب فردها هو الأب للجميع، هو السلطة العليا على المريض نفسه وعلى الزملاء وعلى العاملين وعلى الكادر التمريضي. الآن القضية اختلفت، الآن أصبحت مسألة القرار ليست قرار أحادي، القرار أصبح قرار المشاركة، القانون، السلوكيات المجتمعية تعطي الحق للمريض أن يناقش طبيبه في العلاج، للطبيب أن يناقش زميله في العلاج. بل بالعكس، أظهرت لدينا مع الوقت ومع تطورات المجتمع ومع ظهور تيارات في العلاقات الاجتماعية الرافضة للسلطة الأبوية للطبيب في المؤسسات الصحية، راح تواجهوها إن هناك من العاملين في معك في المستشفى من يعتقد إنه صاحب قرار في جزء من العناية الطبية بالمريض. على سبيل المثال، يعتقد الصيدلاني أو الصيادلة بصورة عامة إنهم هم أصحاب القرار في تحديد العلاج وجرعته وكيفية إعطائه للطبيب، على أساس إنهم هم أصحاب الاختصاص المباشر مع علاج المريض. وفي الوقت الآخر وفي نفس الوقت أو بنفس الاتجاه، يعتقد العاملون في المختبرات إنهم أصحاب القرار، ويجب أن تكون لهم السطوة الكبرى في تحليل نتائج المختبر أو تحليل النتائج المخبرية ونتائج الفحوصات واختيار أي من الفحوصات، على فرضية إنهم أهل التخصص في هذا المجال. ويعتقد الممرضون والممرضات إن العناية بالمريض تعتمد بشكل كبير على ما يؤدونه من واجب، ولهذا لابد أن يكون لهم رأي في عناية المريض وفي رعاية المريض. وبالتالي أصبحت لدينا عدة اتجاهات وعدة قرارات في مصلحة المريض أو في نعم إنها جميعا تصب في مصلحة المريض وفي علاج الطبيب ومشاركة الناس في عقولهم نعمة، ولكن لابد أن تكون هناك علاقة تنظم هذه الآراء، ولو كان في إلهان ليختلف. هذه العلاقة يجب أن تحدد بماذا؟ بما what is called team therapy، الفريق الطبي. يجب أنه مع الوقت وكثير من المجتمعات والمؤسسات الصحية غادرت مسألة العلاقة الأبوية للطبيب وأصبحت تتعامل بمعادلة الفريق الطبي الذي يجب أن يتبادل الآراء ويتبادل المعلومات والخبرات ليظهروا بقرار أخير. هذه الخلافات، هذه الآراء والرأي والرأي المضاد يجب أن لا تكون أمام المريض، يجب أن تكون محصورة بين الزملاء، بين زملاء العمل. بل أيضا أحيانا نشارك الرأي ليس فقط من هم ليسوا من الأطباء، بل من أحيانا نحتاج إلى أن وجود أكثر من طبيب واحد في فريق العمل، لأنه مع الوقت أحياناً تظهر مع الوقت إفرازات جديدة نتيجة ربما الكثرة العددية والدقة في الاختصاصات. قبل عقود كانوا يعتبرون جميع الأطباء بنفس المرتبة، فلان طبيب وفلان طبيب وفلان طبيب، وكانوا ينظرون إلى نفسهم كأنهم أخوة، ولكن للأسف مع تطور الوقت بدأت تظهر لدينا مشاكل داخل مجتمع أو شريحة الأطباء نفسهم، إذ يعتقد ذوي الاختصاص المعين أنهم على درجة علمية أعلى من الاختصاص الآخر،
كان يعتبر اختصاصي الباطنية أو اختصاصي القلب نفسه أو الجراح إنه في مرتبة علمية تعلو بعض الاختصاصات الأخرى. والنفس البشرية أمارة بالسوء، فيرى صاحب ذلك الاختصاص إنه على مرتبة أرقى وأعلى من أخوانه الأطباء البقية الذين لديهم اختصاصات أخرى أو اختصاصات ساندة. وأحياناً يتوفق البعض لينال شهادات عليا أعلى من الشهادة التي لدى زميله، وتأخذه العزة بالنفس وتوسوس له نفسه إنه يجب أن يتعالى بعلوية وبأعلوية على زميله الآخر. وللأسف بعض الأطباء يشعرون بالدونية أمام اختصاصات أخرى أو أمام شهادات أخرى. أنا لا أقصد أنه الجميع متساوي في الدرجة العلمية، ولكنهم في المعيار الأخلاقي، في معيار التصرف، يجب أن نكون سواسية. أخوة في البيت، قد يكون الأخوة كل منهم لديه اختصاص مختلف، ليس بالضرورة أن يكون جميع الأخوة أطباء، وإن كانوا أطباء فليس بالضرورة أن يكونوا جميعهم نفس الاختصاص. هل من السلوك الصحيح، هل من السلوك الأخلاقي أن يتعالى الأخ على أخيه؟ قطعا لا. من منكم يقبل لنفسه أن يتعالى على أحد أخوته في البيت؟ من منا يقبل أن يتعالى أحد أخوته عليه كونه حصل على شهادة معينة أو لديه اختصاص أفضل من أخوه؟ ولماذا تفضل الاختصاصات؟ المجتمع بحاجة إلى جميع الاختصاصات. المجتمع بحاجة إلى ذوي الاختصاص في النانو، في ذوي الاختصاص في الفضاء، وإلى المجتمع بحاجة إلى ذوي الاختصاص في أعمال المجاري والبناء. لا فرق، الكل بحاجة، كل منا يكمل الآخر، وكذلك داخل المؤسسة الصحية. الاختصاصات ليس فيها فوقية وعلوية لاختصاص معين على آخر، بل الاختصاصات أحدها يكمل الآخر. ولهذا ندعوكم جميعا إلى عدم التعالي. إن حصلتم على اختصاص تعتقدون أو يعتقد المجتمع إنه أفضل، وبماذا هذه الأفضلية؟ صدقوني إنها أفضلية مادية. نعم، أحيانا يعتقد الإنسان أو يعتقد المجتمع أن الاختصاص سين أفضل من الاختصاص صاد، كون المرضى سين ذوي طبقة اجتماعية أعلى من الطبقة الاجتماعية للاختصاص. الطبقية مرفوضة، يمقتها النفس البشرية، تمقت الطبقية. كلنا من آدم وآدم من تراب. إليا بماضي نسي الطين الحقير يوما إنه طين فتاة فصار تيها وعربد. لا طبقية بين الأطباء، بل هم أخوة. هذا لا بد أن يكون يجسد على أرض الواقع. يجب أن تبتعد الماديات والعلاقات المادية بين الأطباء. نعم، الشرع، القانون، العرف يقتضي إن كل من عمل عملا يتقاضى عليه أجرا، وليس الأجر الذي يتقاضاه الطبيب جراء معاينته للمريض
أمر مقر قانونا وشرعا وعرفا، وهو حلال بغض النظر عن قيمته، وهو حلال بغض النظر عن في كل الأديان، في كل الأعراق، في كل القوانين. كل إنسان يعمل عمل عليه أجر، يأخذ عليه أجر، الأجر المتقاضى جراء العمل حلال باللقمة الحلال. ولكن هل يجوز لنا أن نتقاضى أجر عملنا عندما يكون أخينا مريض؟ السلوك الطبي الصحيح، الأخلاق الطبية الصحيحة، تفترض منا أن لا نأخذ أجرا عندما يمرض أحد زملائنا الأطباء. هو ليس بحرام، هو ليس بممنوع. نعم، أنت في اختصاص معين وزميلك مرض في هذا الاختصاص وقصدك للمعالجة، السلوك الطبي الصحيح رغم إن حقك القانوني والشرعي أن تتقاضى على هذا العمل أجرا، ولكن السلوك الطبي الأخلاقي يمنعك من أن تتقاضى الأجر. العلاقة المادية بين الأخوة بين الأطباء مرفوضة أخلاقيا وسلوكيا. أنا لا أناقشها من وجهة نظر قانونية أو وجهة نظر شرعية، ربما هناك من يخرج لي ويقول إنها مقرة قانونا أو بحيلة شرعية أو كذا. أنا أتناقش الموضوع من الجانب السلوكية الأخلاقية. إدائك أو مساعدتك لزميلك يجب أن لا يترتب عليها أي أثر مادي، وإن ترتب عليها أثر مادي وإن كان مقر قانونا أو شرعا لكنه يتنافى مع سلوكيات الأخلاق الطبية المعتمدة. قد تكون هناك بعض السلوكيات، قد تكون بعض السلوكيات الطبية الشائعة في المجتمع مقبولة أو يجد لها بعض المتصيدين في الماء العكير يجدون لها بعض الحيل الشرعية، ولكنها لا تجوز في معيار الأخلاق الطبية، في معيار السلوك الطبي. هذه الأخلاق وهذه السلوكيات الطبية لكي تكون واقع حال يجب أن تجسد على أرض الواقع بالأفعال لا بالأقوال. نعم، يتحدث الكثير ويتحدث الكثير، ولم أرى في محفل من يدافع عن عن الممارسات التي تتنافى مع الخلق والسلوك الطبي. لا أحد يدافع عنها، ولكننا نعلم علم اليقين على أرض الواقع هناك الكثير منها موجود في الشارع وفي السوق. هذه الازدواجية مرفوضة، وعلى من يتحدث بها أن يطبقها بنفسه. إن شاء الله ما هي إلا أيام قلائل، وسوف تكونون قادة في المجتمع، وستكونون رؤساء للمجموعة الطبية التي تعتني بمريض،
سيكون هناك لديك مريض وستكون جزءا من فريق طبي فيه زملاء أطباء وصيادلة وممرضين. ليس المطلوب منك أن تتحدث لهم عن الأخلاق الطبية وعن السلوك الطبي، كلا. المطلوب لك أن تعمل أمامهم، أن يروك. عندما يرون طريقة تعاملك مع زملائك سيكون هذا أبلغ من درس أو محاضرة تعطى. سيكون لديك الكثير من العلم، ولكن ربما سيكون هناك في الفريق الطبي من علمك أو درسك. الكل الجميع مدين إلى المعلم الذي علمك. ولكن مع الوقت للأسف ظهر هناك منا من يزدري المعلمين أو يعتبرهم طبقة أدنى. هذه مشكلة، والمشكلة تكون أكبر عندما يكون هذا المعلم أحد أفراد الفريق الذي تعمل به، المؤسسة التي تعمل به. أنتم بطبيعة العمل سوف لن تعملوا مع معلمين أو مدرسين الابتدائية والإعدادية، ولكن طبيعة العمل والنظام الصحي سيجعلكم تعملون في نفس المؤسسة الصحية، نفس المؤسسة الإدارية، مع من علم. سوف يتطور العلم أكثر فأكثر، وسوف إن شاء الله تمتلكون من العلوم أكثر من التي امتلكها من درسكم أو من علمكم الطب. لكن ينبغي أن لا يكون هذا سبباً أو حافزاً لكم في أن تفكروا أن تتعالوا على من علمكم أو نتعالى على من علمنا. كلنا نتعلم. نعم، قد علمنا طبيب يحمل شهادة معينة، لديه معلومات طبية قبل 20 سنة، وربما نحن أو أنتم بعد 10 سنوات سوف تتلكون من العلم أضعاف من ما علمكم به أو ما يملكه حتى التدريسي من العلم، لا أقول من الخبرة. الخبرة لا يمكن تعويضها. قد تحصلون على شهادات أعلى من الشهادة التي حصل عليها من علمكم الطب، وبالتأكيد فالعلم في تطور. لكن من المنظور الأخلاقي والعلاقة الأخلاقية أن يبقى المعلم معلم، أن يبقى المعلم أبا، كاد المعلم أن يكون نبيا. ومن علمنا الطب يجب أن يكون قدوة لنا. الاحترام ليس بالكلمات، الاحترام بالعمل. ليس فيها أي انتقاص عندما تقف عندما يأتي من علمك الطب. عندما تقوم اليوم لمن علمك سيقوم لك طالبك غدا. كيف تدين تدان عندما تحترم؟ هذا جزء من البر. وبنفس الوقت
سيمضي بك العمر وما هي إلا أيام، وسيكون من هو أقل منك مرتبة علمية ومعلومات طبية في داخل الفريق العمل. فحذاري حذاري من الغرور، وعليكم بالكلمة الطيبة، الكلمة صدقة. أحيانا إذا أردت أن تحب أن تحبب، إن شاء الله قسم من عندكم سيكونون جزء من المنظومة التعليمية في هذه الكلية أو كليات أخرى، إذا أردت أن تحبب المادة العلمية التي تدرسها، المادة الطبية التي تدرسها، إذا أردت أن تحبب العمل الطبي لمن حولك في العمل، عليك أن تحببهم في نفسك. التدريسي الطبيب المحبوب في درجته سيكون العاملين معه فريق، خلية نحل يعملون جميعا معه لأجل مهمة واحدة، وهي فائدة المريض وصحة المريض. هذا لا يكون بالقسوة وإصدار الأوامر، بل بكلمة طيبة، بتحية تلقيها على من يؤسفني أن أرى طبيبا في يوم من الأيام يمر على الإداريين أو على المهندسين أو على عمال الخدمة ولا يلقي عليهم تحية الصباح. إلقي تحية الصباح على من في العمل معك، واجهه بابتسامة طيبة، سيكون مرددها إيجابي عليك وعلى عملك. إياك أن تتعامل بالماديات مع زملائك في العمل. قد يمر كل منا في ضائقة، وقد يحتاج زميله في خفارة أو في عمل طبي. وإن كان يترتب على هذه الخفارة أو على هذه المردود مالي، لكن يجب أن لا تأخذ من زميلك هذا المردود، أن لا تفرض قيدا عليه. عندما تتحول العلاقة بين الأطباء إلى علاقات مادية، نكون قد وضعنا إسفين في هذه العلاقات وأضفنا مسمارا في نعش الأخلاق الطبية. قد لديك رأي في علاج مريض يتعارض مع رأي زميلك، نعم ناقش في بداية الأمر، ناقشه بينك وبينه، فإن لم يصلح أو اعتقدت إنك على صواب فليكن النقاش داخل الحلقة الطبية أو داخل فريق العمل الطبي. إن لم تتوصلوا إلى حل، عليكم باستشارة ذوي الخبرة. ولكن هذا لا يعني أن تتكلم بما يناقض أو يسيء إلى الرأي الطبي لزميلك أمام مريض آخر، أمام المريض أو أمام عائلة المريض أو أمام الآخرين. ليس من الخلق الطبي تشويه سمعة أي زميل لك، ليس من الخلق الطبي الطعن في قرار طبي لطبيب آخر، ولكن هذا لا يعني أن نسكت. إذا كان لدينا رأي وفي فائدة للمريض
نعم يجب إبداء هذا الرأي، ولكن بطريقة تحفظ للمقابل كرامته وتعطي للمريض الفائدة العلمية المرجوة والعناية الطبية الصحيحة. لا يعني أن نرى الخطأ ونسكت وبعدين المريض يتعرض إلى الضرر. الإنسان كل بني آدم خطاء، ممكن أن يخطأ الزميل، ممكن أن أخطأ. وإذا أنا اخطأت وجاني رأي من زميل آخر، علي تقبل هذا الموضوع. علينا أن نضع مصلحة المريض فوق كل شيء، لا تأخذنا العزة بالإثم. ولكن يجب على الطبيب عندما يكتشف هذا الخطأ أن يبادر أولا في تنبيه زميله الآخر، وإن اقتنع زميله وحدث التغيير لا تتعالى، لا تغتر. سوف يأتي يوم وتخطأ أنت نفس هذا الخطأ أو أكثر، وسيهيئ الله لك من يرشدك في تصحيح هذا الخطأ. وأنا يمكن طولت عليكم، ولكن الحديث مع المرحلة الرابعة حلو، وللأسف المرحلة الثالثة أخذتكم إلكتروني، والسيد العميد البارحة وجهني أن أعطي هذه المحاضرة، وأملي بكم كبير، وإن شاء الله التوفيق، وأشوفكم إن شاء الله بالمرحلة الخامسة، وأتمنى ويا ريت يكون اللقاء حضوري، ونشوفكم بخير وأيام شعبان مباركة، وإن شاء الله رمضان كريم. أو كان هناك أي تعليق أو استفسار أو سؤال، أنا حاضر فيما تبقى من الوقت أو خارج هذا الوقت، وصور الكل يعرفني، أو إذا هذا النوع من الغرور، أنا دكتور ضياء خلف العمري، وإن شاء الله معكم في العام القادم بالباطنية نفرولوجي. إذا أكو أي سؤال، إذا أكو استفسار معين، شباب جزيلا دكتور. عفو عيني مصطفى، ما عندكم شيء؟ إن شاء الله ما عندكم شيء. يا الله عفكم، ترتاحون، عندكم محاضرة أخرى بالدعش بعد ما أكو دكتور، يعني هاي نهايتها؟ اي ما بلغونا شيء. يلا يلا، اللي ما متريق يروح يتريق. شكرا جزيلا شباب، وان شاء الله التوفيق للجميع. شكرا دكتور.